مرحبا، شلونكم؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير يا ربي. طبعا أعتذر عن التقصير، صار لي فترة ما ناشر شي، كانت عندي ظروف. إن شاء الله أرجع أنشر باستمرار، ولا تنسوني بالدعم. اليوم راح يكون الفيديو كلش قصير، راح أحكي شلون مثبتة اللبلابة بالحايط. طبعا هو إجتني أسئلة شلون مثبتتها، هاي عندي إياها هنا، ما شاء الله إنه كلش أنا مثبتتها قسم منها بالحائط، بس عندي هاي طولت وحبيت أثبتها وياكم أشوفكم شلون. مثل ما تشوفون أنا اللبلابة عنديها هنا ثابتة، خليتها مكان تجيها إضاءة من الشباك، ما غير مكانها. أحتاج لاصق أبو الوتشين، متوفر بكل أماكن يعني. خصيت هاي راح ألصقها بالحائط. طبعا أنتو تقدرون تتحكمون بالكمية اللي تردونها. راح أشيل اللاصق وأجيب اللبلاب وأحطها. بهالشكل ثبتتها وأمنت، يعني محتوقة عندي. نصيحة اللي عنده نبات اللبلاب ويحاب يكون طولها بهالشكل، حاولوا تخلونها مكان تجيها إضاءة. نظم السقي، رشوا الأوراق بالصيف، بالشتاء قللوا السقي، السماد بالشهر مرة، وأهم شي الإضاءة. طبعا أنا أقدر أخليها متسلقة لي فوق، بس راح ما توصل لها إضاءة. وتعرفون الإضاءة كلش مهمة النبات اللبلاب، راح يصير عندي النمو كلش ضعيف، لأن أنا قبل فترة كنت مخليتها مكان ما تجيها إضاءة عالية، كان النمو كلش ضعيف. من غيرت مكانها وقامت تجيها إضاءة عالية، النمو ما شاء الله صار كلش سريع. وأكيد ما نعرضها لأشعة الشمس، لأن راح تحترق أوراقها وراح يصير عندنا أصفرار. وأخير شي، يا رب أكون ما طولت عليكم، انتظرون فيديو ثاني، ولا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.